أي خصوصية حواها المعرض الدولي للكتاب العربي في إسطنبول بنسخته الثامنة؟ أي قيمة فكرية ومعرفية يقدمها المعرض للجالية العربية المقيمة في إسطنبول؟ ما حجم الدور الذي يؤديه المعرض الدولي للكتاب العربي في سياق التواصل الثقافي العربي التركي؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان معرض الكتاب العربي بإسطنبول ووظيفته المعرفية.